خلونا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والجو حر ويعني كلنا حرانين، ويمكن كمان الحر السنين الأخيرة بقى مختلف، وعلشان كده بنقول تغير مناخي. احنا داخلين على موجة حر، ارتفاع جامد في درجات الحرارة والرطوبة. الموجة دي هتنتهي يوم الخميس. هيئة الأرصاد الجوية قالت تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام اللي جاية، وأكدوا انه يعني هيكون الجو حر لحد يوم الخميس، شديد الحراره في النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب البلاد وكمان جنوب سيناء، وهيكون كمان في طقس معتدل على السواحل الشماليه. فطبعا يعني ناخد بالنا على قد ما نقدر، يعني نقدر نشرب على قد ما نقدر كميات كافيه من الميه علشان نقدر نقاوم الموج الحر اللي داخل علينا، وإن شاء الله يعني تعدي كده على خير وتكون مش أصعب حاجة علينا كلنا.